يسعد لي صباحكم ومساءكم مشاهدينا ومستمعينا وين ما كنتوا تتابعون برنامجنا وبرنامجكم راديو رومانو. رجعنا لكم بحلقة جديدة مع صوت الرومانيستا الأول، وحلقة استثنائية بمناسبة النهائي الحلم أمام إشبيليا في البوشكاش أرينا على لقب اليوروبا ليج، النهائي المنتظر بالنسبة للفريقين اللي راح يحدد كثير من التفاصيل الخاصة بهذا الموسم ولربما مشروع الفريقين بالنسبة لقادم السنوات. نهائي منتظر ومواجهة مرتقبة بين فريقين لهم تاريخ على مستوى المواجهات وكذلك طريقهم مشوارهم على مستوى البطولة. راح نستعرض معاكم نقاط القوة بالنسبة لكل فريق والرسم التكتيكي المتوقع بالنسبة للمباراة النهائية. كل ما يخص هذا النهائي راح نتناقش فيه مع ضيفنا في هذه الحلقة وفي كل حلقة، سيف العبيدي. أهلا وسهلا فيك يا سيف. أهلا وسهلا بك يا جون وكل مشاهدينا ومستمعينا الكرام. نتمنى أن تكون حلقة كالمعتاد إيجابية معك يا سيف قبل هذا النهائي، نحتاج للإيجابية. هو بالطبع يا جون نحن نحتاج بالشدة للإيجابية، خصوصا في هذا الأسبوع بعد الأسابيع الأخيرة اللي عشنا فيها بسلبية كبيرة في الدوري. الفريق الآن مطالب بأن يفوز بأي شكل من الأشكال لكي ينقذ موسمه، واحتمال كبير أن ينقذ الموسم القادم أيضا، لأن التأهل لدوري الأبطال صار السبيل الوحيد إليه هي هاي 90 دقيقة. فيجب أن نتحلى بالإيمان بالفريق وكذلك نثق بأن فريقنا قادر على صنع الإنجاز والفوز ببطولتين أوروبيتين على التوالي. طيب صحيح. قبل ما ندخل في تفاصيل هذه الحلقة مشاهدينا، قبل ما نبلش في هذا النهائي ما تنسون على طول اللايك الكومنت، شيروا الحلقة حتى توصل لكل عشاق روما ولمتابعين اليوروبا ليج وإشبيليا كذلك في كل مكان، وما تنسوا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى توصل لكم كل حلقات راديو رومانو أول بأول. سيف على طول خلينا نبلش قبل ما ندخل في ما يخص نهائي بوشكاش أرينا، خلينا نستعرض معاك المواجهات التاريخية بين الفريقين. تماما يا جون، طبعا مثل ما هو واضح للجميع أنه مباريات روما مع الأندية الإسبانية دائما ما تتسم بالندية وتتسم بطابع التنافس القوي، لكن روما مع إشبيليا لم يلتقوا سوى 4 مرات، 3 مرات منها كانت في مباريات ودية ومرة وحيدة كانت في الدوري الأوروبي. في هذه 4 مرات تمكن إشبيليا من الفوز 2، كذلك بالنسبة لروما فاز 1 والتعادل كان في 1 فقط. آخر مرة تواجه الفريقين كان في اليوروبا ليج في 2020، يومها فاز إشبيليا بهدفين دون رد سجلهم النصيري وريجلون، وفي تلك المباراة إذا ما خانتني الذاكرة طرد مانشيني في نهاية المباراة. دائما ما تكون النتائج متقاربة في هذه المباريات 4، حتى أنه لو تأتي لحساب الأهداف روما سجل 7 أهداف واستقبل 8 أهداف، يعني لم يكن هناك الفارق الكبير، لكن الفرق أنه روما سجل 7 أهداف في 2، مباراة سجل 6 وفي مباراة في الأولمبيكو فاز بنتيجة 1-0. بالنسبة للوضع الحالي، روما بهدافها ديبالا اللي ممكن بصورة كبيرة أن يغيب عن النهائي وهذا الشيء لا نتمناه. بالنسبة لإشبيليا هدافهم يوسف النصيري في بطولة اليوروبا ليج وكذلك في الدوري الإسباني. حدثنا يا جون عن مشوار الفريقين، المشوار الذي لم يكن سهلا بالنسبة لكل الفريقين. نعلم أن روما وصل إلى هذه النهائي بعد معاناة وكذلك الحال بالنسبة إلى إشبيليا. طبعا سيف المواجهة بين الفريقين تأتي بعد رحلة طويلة بالنسبة لروما وإشبيليا، اثنينها كانت فيها مباريات صعبة، الفريقين واجهوا فرق من المستوى الأعلى بالنسبة لبطولة اليوروبا ليج وصولا للنهائي. وخلينا نبلش مع إشبيليا اللي كان أحد الهابطين من بطولة الشامبيونز ليج هذا الموسم بعد ما حل 3 في مجموعة السيتي ودورتموند وكوبنهاجن، وفي دور 16 المباشر واجه فريق فنربخشة وفاز عليه بهدفين لهدف، ثم بعد ذلك
واجه اليونايتد وتفوق عليه بخماسية مقابل هدفين في مجموع المباراتين. وختاما في مباراة نصف النهائي واجه اليوفي وانتهت المباراة بنتيجة 3-2. طريق لم يكن بالصعب واختبارات أعتقد كانت ممتازة بالنسبة لإشبيليا على مستوى شخصية الفريق وعلى مستوى أيضا تواجده أمام خصوم أعطوه العقلية المناسبة قبل التواجد في النهائي اللي هو يعتبر أحد أسياد نهائي هذه البطولة بست نهائيات وست بطولات بالعلامة الكاملة. بالنسبة لروما تواجد في مجموعة كان فيها بيتيس ولودوغوريتس وهلسنكي، كان الثاني في المجموعة، ذهب للبلاي أوف وواجه نادي سالزبورغ القادم من الشامبيونز ليج. وما ننسى كذلك أنه طريق الفريق مر بعدد من الأندية اللي هي أبرزها طبعا كان نادي سوسيداد وفاينورد وختاما بليفركوزن على التوالي. روما كان في تفوق مستمر على هذه الأندية بشكل عام. أيضا كانت مواجهات ربما كانت طابع فيها العام بالنسبة لروما أنه كان الفريق اللي يبحث عن ردة الفعل، ربما فقط مباراة سوسيداد اللي كان فيها الفريق من الذهاب هو اللي تمكن من تقديم شوط أول إيجابي، ثم بعد ذلك أنهى المباراة الأولى بهدفين للاشيه. ولكن مباراتي فاينورد وليفركوزن كانت مباريات إلى حد ما فيها ندية. روما ربما اعتمد أمام فاينورد على ردة الفعل، مباراة ربما امتدت ل 120 دقيقة، ولا ربما يكون هذا أيضا أمر إيجابي للفريق أنه على الأقل خاض تجربة 120 دقيقة خلال طريقة في هذه البطولة، كما حدث طبعا بين إشبيليا ويوفنتوس. وما ننسى أكيد مباراة ليفركوزن اللي كانت مباراة فيها ندية كبيرة ومباراة دفاعية من الدرجة الأولى خاصة في الإياب بالنسبة لروما. خلينا على طول بما أنه استعرضنا طريق الفريقين، خلينا نستعرض معك سيف أبرز نقاط القوة في تشكيلة إشبيليا وكذلك أبرز نقاط القوة والضعف أيضا الموجودة في تشكيلة روما، علما أنه إشبيليا في النهائي سيفتقد للظهير أكونا بعد إقصاء أمام اليوفي بالبطاقة الحمراء، وروما لديه عدد من اللاعبين المصابين المتوقع عودتهم على الأقل على دكة البدلاء، أبرزهم طبعا هو ديبالا وسبيناتزولا، أما بيليغريني فمن المتوقع أنه يتواجد في النهائي بصورة طبيعية. خلينا نستعرض الأسماء الخاصة بالفريقين والرسم المتوقع لهذا النهائي سيف. تمام جون، خلينا نبدأ مع إشبيليا كونه هو يعتبر الطرف المستضيف لهذا النهائي. إشبيليا بالرسم التكتيكي المعتاد إلى هذا الموسم بال4-3-2-1، نقطة قوته حسب ما شاهدناه في الدوري الأوروبي، لأنه إشبيليا في الدوري الأوروبي يختلف تماما عن إشبيليا في الدوري الإسباني. نقطة قوة إشبيليا في الدوري الأوروبي تبدأ من الهجوم، من اللاعب المغربي نجمنا يوسف النصيري، هذا اللاعب اللي هو هداف لإشبيليا في الدوري وكذلك هداف في الأوروبا ليج، وكان هداف أيضا في دوري الأبطال بالنسبة لإشبيليا عندما كان يلعب إشبيليا في دوري المجموعات. هذا هو النقطة اللي يجب على دفاع روما أن يركز عليها. يوسف النصيري يمتاز بتسديدات، يمتاز باللعب الهوائي الجيد، هذا سوف يشكل نقطة ضغط كبيرة على سمولينج بالذات. كذلك بالنسبة للطرفين الأيمن والأيسر، إذا كان أوكامبوس أو إذا كان بديله بابو غوميز أو كان في الطرف الأيمن لامين لأفضل صانع ألعاب بالنسبة لإشبيليا وأيضا أحد الهدافين، أو سوسو اللي ممكن أن يكون خيار للدكة، يأتي بعدهم براين جيل لاعب مقدم أداء رائع. نقطة القوة الأخرى بالنسبة لإشبيليا هي الحارس ياسين بونو، أحد أفضل حراس المرمى في العالم وأحد أفضلهم في كأس العالم الأخير إن لم يكن الأفضل بينهم.
ياسين بونو أيضا لديه نسبة تصديات عالية جدا في الدوري الأوروبي وكذلك في الدوري الإسباني، لكن ما يعاب على أشبيلية في هذا الموسم هو كثرة البطاقات الملونة، لاعبين سريعو الاستفزاز. يكفي أن ترى قائمة اللاعبين المنذرين وقائمة اللاعبين المحرومين خلال الموسم، ستجد أن لاعبين من أمثال أكونيا لديه 3 بطاقات حمراء، كذلك الحال بالنسبة لغاية، بالنسبة للكثير من اللاعبين لديهم بطاقات، لاميلا مثلا لديه 10 بطاقات صفراء. هذه كلها ممكن أن يعتمد عليها مورينيو في أن يجعل من هؤلاء اللاعبين أن يسهل استفزازهم، وبالتالي يطرد أحدهم وروما تلعب على بطاقة الضغط كونها تلعب بعدد كامل. بالنسبة لروما، وهذا الشيء اللي يهمنا، روما ستلعب بالرسم المعتاد لها بنسبة كبيرة، هي 3-5-2 مع تواجد الثلاثي سمولينج مانشيني وإيبانيز، الذي أتمنى أن لا أراه في هذا النهائي، وأتمنى أن تعطى الفرصة لليورنتي. إيبانيز سيكون نقطة ضعف كبيرة لروما في هذا النهائي. على الأجنحة سوف يكون لدينا زالفيسكي على الأغلب بالإضافة إلى تشيليك للتأمين الدفاعي. في خط المنتصف أعتقد أنه سيكون ثنائية كريستانتي وماتيتش لإعطاء العمق وإعطاء التأمين الدفاعي بنسبة كبيرة. أمامهم بيليغريني وكل من الذي أتمنى شخصيا هو ديبالا وأبراهام حتى نستطيع أن نخطف الفوز. يجب علينا أن نؤمن بحظوظ الفريق، وكذلك نؤمن بأنه ديبالا سيشارك. لو شارك ديبالا سيعطي دفعة معنوية إضافية للفريق. من الممكن أن تستغل أي ركلة ثابتة في هذه المباراة، أعتقد أنها ستكون مباراة مغلقة، لا أعتقد أننا سنشاهد الكثير من الأهداف. مباراة ممكن أن تنتهي بالـ1-0، هذه وجهة نظر الشخصية عن المباراة. بالنسبة للقراءة الفنية، أعتقد أن مورينيو سيلعب على جزيئات بسيطة، من الممكن أنه يلعب على المرتدة كما حدث في مباراة ليفركوزن، يخطف هدف ويعود للدفاع، لكن ما شاهدناه في مباراة فيورنتينا أصبح يدخل الشك على قلوب الرومانيستا. من المعيب أنك تتقدم بهدف وتلعب لمدة طويلة في الدفاع، ثم في دقيقتين ينهار الفريق وتنهار المنظومة. يجب على مورينيو أن يراجع أوراقه، وكذلك يضع حد لهفوات إيبانيز، ونحن بالتأكيد بحاجة لكي يقدم اللاعبين كل ما لديهم، لأن هذه مثل ما ذكرنا في البداية هي الفرصة الأخيرة لتواجد روما في دوري الأبطال. تواجد ممكن أن يغير شكل مشروع روما بنسبة كبيرة، ممكن أن يجلب لك صفقات أكثر من رائعة في الصيف مع تواجد الأموال وتواجد الراعي الجديد، ولما لا ممكن أن نبدأ بمشروع الملعب أيضا. كل الآمال وكل المشروع يعتمد على هذه 90 دقيقة يا جون. هذه وجهة نظر الشخصية. شخصيا أتمنى الفوز، وكذلك أعتقد أنه أنت تتمنى الفوز، وكل مشاهدينا ومستمعينا الكرام يتمنون الفوز، لكن باختلاف الطريقة اللي ذكرتها، أعتقد أنه مشجعي روما لا يحبذون الفوز بنتيجة 1-0. أنت شنو وجهة نظرك يا جون على هذا النهائي؟ أنا بالنسبة لي مبدئيا أولا يعني يعطيك الصحة على هذا الاستعراض المثري بالنسبة لما يخص روما وإشبيليا. لو بكون إيجابي إلى حد ما، فروما كأسلوب لعب عودنا أنه يتفوق في مباريات 90 دقيقة. أكثر ما أخشى ربما أنه تطول المباراة للـ120، وبالتالي الفريق ربما يصل إلى ركلات الترجيح اللي يفترض أنه يكون مورينيو قد أعد العدة حتى لركلات الترجيح. ربما الأدفانتج راح يكون لإشبيليا كبير بحكم فريق يجيد أغلب لاعبيه لاعب ركلات الجزاء بكيفية ممتازة، وكذلك يمتلكون حارس مرمى محترم جدا ياسين بونو على مستوى ركلات الجزاء، ردة الفعل عنده ممتازة، فبالتالي أيضا على مستوى المباراة أنت راح تكون محتاج كل فرصة تتاح لك حتى تتفوق فيها. أتوقع نهائي مثل ما ذكرت يلعب على جزئيات بسيطة، 1-0 ممكن تعطيك البطولة، ولكن كيفية الحفاظ على الهدف هو أيضا سيكون أمر هام جدا في مباراة مثل هذه. في الدقيقة 89 يا جون نحافظ عليه.
هذا ممكن انه يكون وارد، ولو انه مقاتل ممكن ان تلعب عليه وممكن تستفاد منه. صحيح صحيح. انا يمكن حتى مساله انه روما مثلا يبدا هذا النهائي بشكل مبادر يفاجئ اشبيليا، ربما مباريات روما حتى في الدوري الاوروبي لو تتذكر سيف على مدار الرحله بشكل كامل، سواء امام فاينورد او امام ليفركوزن، كان هناك مبادره من روما، خاصه بعد اول 10 دقائق الدخول للاجواء. المباراه تحتاج الى تحضير نفسي قبل التحضير البدني، لابد انه الفريق يركز على هذه المباراه كما دخل مباراه ربما الكونفرنس الموسم الماضي. احنا ذكرنا انه هذه البطولة كانت الاولى في تاريخ هذا الجيل وفي تاريخ النادي عموما، لكنها ايضا اعطت على الاقل ربما صورة وتجربة حية للفريق عاشوها في مسألة محاولة الفوز حتى بنتيجة 1-0. واعتقد انه روما امام فاينورد صحيح انه تختلف الموازين كلها وتختلف كل الأمور والمعطيات عن إشبيليا، لكن أعتقد أنه مباراة كهذه خبرة مورينيو ستكون مطلوبة في التعامل مع هذا النهائي، التحضير له، وأعتقد أنه لابد أنه تكون التشكيلة الأساسية من أجهز اللاعبين. حتى الشعراوي بالمناسبة يمتلك فرصة كبيرة أنه يكون معوض ديبالا في التشكيلة الأساسية، لأنه ديبالا متوقع أنه يكون كلاعب بديل. لكن طبعا بالنسبة ليورنتي انت ذكرت انه ممكن انه يكون حل اساسي مكان إيبانيز، ويكون روجر هو اللاعب البديل على مستوى الشوط الثاني او الاشواط الاضافية اذا وصلنا لها. ملاحظة شخصيا انا مع متابعة ربما ليست معمقة كثيرا لإشبيليا، لكن على مدار مباريات إشبيليا كان واضح تماما انه منظومة الفريق الدفاعية ليست بنفس جودة المنظومة الهجومية. المنظومة الهجومية فيها لاعبين كثر على مستوى صناعة اللعب، على مستوى الجودة في اللمسة الأخيرة وفي اللمسة ما قبل الأخيرة، نتحدث عن أوكامبوس، لاميلا، بابو غوميز، حتى حديثك عن خط الوسط سواء سوسو أو راكيتيتش، أسماء دائما تمتلك الجودة وتمتلك أيضا خبرة كبيرة على مستوى النهائيات والتجارب أمام الفرق الكبيرة، وبالتالي هذا أيضا يعطي فكرة إنه المباراة لن تكون سهلة لا على روما ولا حتى في المقابل على إشبيليا، اللي طبعا بكل تأكيد سيدخل بغرض أنه يحقق اللقب السابع، وروما بكل تأكيد يدخل بغرض أنه يحقق البطولة اللي هي مثل ما ذكرت أنه هي طوق النجاة بالنسبة لمشروع الفريق، سواء كان سيستمر مورينيو أو لم يستمر، تياغو بينتو إذا سيستمر أو لم يستمر، وحتى على مستوى شكل الفريق اللي بدأ من الصفر مع الكونفرنس، الآن لا يريد أن يعود مرة أخرى لنفس هذه البطولات، ولا حتى يريد الاستمرار في اليوروبا ليج، يريد أن ينتقل بالعقلية مجدداً بقفزة أخرى إلى الشامبيونز ليج، بعيداً عن خيبة الدوري اللي متفقين أنه كان موسم حقيقة نهايته مخيبة، ولا ربما كان بالإمكان أفضل من ما كان، لكن الواقع يقول أن هناك نهائي لابد أن يلعب ب كل التفاصيل الممكنة. وأعتقد يمكن الشيء الوحيد اللي بعيدا عن النتيجة أيا كانت، أتمنى وأرجو رجاء من الفريق أنه يقدمون كل شيء في هذه المباراة، لأنه فعلا قدمنا مسيرة جيدة وقدمنا رحلة جميلة ومثيرة في اليوروبا ليج، تستحق نهاية تكون فعلا تليق باسم هذا النادي وكذلك تليق بالنهائي. أتمنى أن أرى روما بشخصية فعلا تليق باسم روما المتواجد في نهائي، كممثل إيطالي متواجد في نهائي أوروبي هذا الموسم. سيف، خلينا نختم بهذه الجزئية، توقعك لهذه المباراة بشكل عام، سواء كطريقة لعب كيف ممكن يتعامل الفريقين أو النتيجة النهائية. شوف يا جون، احنا ذكرناها، يعني اتمنى انه روما يعرف يسير المباراة لمصلحته منذ بداية الشوط الاول. شخصيا لا اتوقع الكثير من الاهداف مثل ما ذكرنا، اتوقع انها مباراة 1-0 بركلة ثابتة لروما ان شاء الله.
أحد الأسلحة اللي ممكن أنه فعلا تفك شفرة النهائي سواء بالشوط الأول والثاني. ولربما أنا أضم صوتي لصوتك أنه ضرورة إدارة أوقات وأطوار المباراة بالكيفية المناسبة، لأنه لابد من ضبط النفس أولا، ولابد من التعامل مع فريق إشبيلية ليس فقط على مستوى الكروت الملونة ولكن حتى على مستوى التدخلات، خوفك من ممكن جزئية معينة أو لربما فلنقل إصابة لاعب أو تدخل معين يمكن أنه يجعلك تخسر لاعب جديد، وربما روما في الوقت الحالي في غنى عن أنه تخسر أي لاعب مهم، لأنه تقريبا التشكيلة اللي راح تدخل للنهائي تقريبا هي التشكيلة الأهم، وأعتقد أنه مورينيو سيدخل بالتشكيلة الأجهز لنهائي البوشكاش أرينا، لأنه تقريبا المباريات الأخيرة كانت مداورة والغرض كان أنه ندخل بالتشكيلة الأجهز لنهائي البوشكاش أرينا. كل الأمنيات بالتوفيق لنادينا الحبيب، وتكون مباراة فعلا تليق ب اسم هذه المجموعة وباسم عائلة روما ككل، كمشجعين وكذلك كلاعبين ومدرب. شكرا جزيلا لك يا سيف على تواجدك في هذه الحلقة، نتمنى أنه نكون غطينا اللي نستطيع أنه نغطيه عن هذا النهائي بتفاصيل ربما تكون شاملة، ونتمنى أنه إذا كان هناك تفاصيل يحبون مشجعينا أنه ينورونا فيها ممكن من خلال الكومنتات. خليني أقول لك سيف يعطيك الصحة على تواجدك معنا، وشكرا لك، وكالعادة حلقة كانت مثرية وإيجابية، نتمنى النهائي يكون إيجابي كذلك يا سيف. إن شاء الله إن شاء الله يا جون، إن شاء الله نسجل الحلقة القادمة ونبثها وإحنا نحتفل باليوروبا ليج، ويكون احتفالنا مع الكثير من مشجعي روما اللي أتمنى شخصياً أنه تكون هاي الحلقة عجبتهم، وأتمنى أنه ينورونا بالتعليقات ويكتبونا توقعاتهم على النتيجة للنهائي، لأنه سنعرض إن شاء الله في الحلقة القادمة صاحب التوقع الصحيح. سيف، وشكر موصول لكم مشاهدينا ومستمعينا على تواجدكم معنا لغاية هذه الثواني الأخيرة من الحلقة. أذكركم أنه إحنا مستمرين معاكم، وحلقات راديو رومانو مستمرة حتى بعد نهاية هذا الموسم، وبكل تأكيد رح يكون لنا حلقة خاصة أيضا بنهائي اليوروبا ليج. ما تنسونا لايكاتكم كومنتاتكم، ادعموا الحلقة واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى توصل لكم حلقات راديو رومانو أول بأول. نتمنى دائما نكون عند حسن الظن مع صوت الرومانيستا الأول. شكرا جزيلا لكل من تابع هذه الحلقة وكل من دعمنا في الحلقات السابقة، والشكر موصول أيضا لمخرجنا العزيز أحمد كريم، وهذه تحيات أخوكم جون مالك. نلتقيكم في الحلقة المقبلة، وكالعادة ودائما وأبدا، grazie a tutti, forza Roma per sempre, ciao ciao.